مشاهدينا الكرام اينما كنتم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب على سلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفيه هردو بكم سيزون 2. الحاجه اللي صعيبه بين زوج وزوجه لما واحد من الطرفين يكتشف انه تخبات عليه حكايه. الحكايه تاع اليوم البطل تاعها راجل جا في الزوجه ديالو على اساس انه راه معروض حصه اجتماعيه باش يكتشف الناس اللي عرضوه فيها. الزوجه تاعو قاعده مع البيبليك، انا ندخل نوجد روحي رابيدمون ونشوفوا واش راح يصرا. ابقى معنا مشاهدينا الكرام اينما كنتم على سلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم الاسبوعيه ملاقات خير. هذه الحصه اسم على مسمى، الهدف ديالنا من خلالها نديروا الخير بين الناس ونوصلوا دي ميساج تاع الناس راه بعاد على ناس. اذا نستقبلوا تحت تصفيقاتكم حميد وحنان. دونك مرحبا بكم. مرحبا خويا، يعطيك الصحه على الاستضافه. كما نقولوا انتم يعطيكم الصحه اللي اتصلتوا بينا باش ربي يحفظك خويا تكونوا ضياف معنا اليوم، وان شاء الله نكونوا طرف في اقناع باش نلقاو سوليسيون ان شاء الله. احنا جينا على جال هذا الشيء ان شاء الله. ان شاء الله. دونك حميد انت الاخت تاعك خويا حنان انت كنت تخدم في الصحراء. نعم كنت مع بابا. وراكم عايشين في الصحراء. وي على جال بابانا. بابانا باسكو يخدم على بالي راهو اطار في نعم سونسيتي كما يقولوا اكزاكتومون في شركه لازم يسكن تما. دونك انت تعرفت على جعفر في جعفر. باش نوضحوا للمشاهدين باللي تم زواج عرفي بينك وبين كانت الفاتحه دارت الفاتحه وكما قلنا تم العرس العقد المدني ما كانش العقد باش نوضحوا الامور. وي داكور. دونك شحال عنده ما بانش؟ 4 موا 4 شهور. عنده 4 شهور ما بانش. نعم. والاسم تاعو كما قلت لي جعفر. جعفر معليش. دونك حنا دوك شوي او عندنا مسيو جعفر او لا وي راه هنايا ان شاء الله نقدروا نشوفوه. معليش تقدروا تشوفوه بصح افون انتم دوكا تخرجوا يجي هو نزيد نحكي معاه نسمعوا من الجانب تاعو ومن بعد نلاقيكم ان شاء الله ونخرجوا بحال ان شاء الله. راني سور كي راكم متحمسين باش تسمعوا الحكايه تاع اليوم. انا بيرسونيلمون راني كيما نقولوا تلفت لي شويه باسكو على حسب المعطيات اللي عندي تاع الحكايه راهي كومبليكي شويه، مي نديروا البوسيبل ديالنا باش نريغليوها بدون اطاله. نستقبلوا الاخ جعفر تحت تصفيقاتكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هنا. مرحبا بك. الله يسلمك. سي جعفر. نعم. صافا؟ وصلي بيا تفضل مريح. الحمد لله راك الاز راك بيان. الحمد لله. نسقسيك خويا جعفر. كي قالوا لك راك معروض ليميسيون هذه راك على بالك لو برانسيب بوبليك سي بوبليك. الله يرضى عليكم. بريميرمون عبد الرحمن ماشي جعفر. معليش معليش دوك راني جايك ايطاب باغ ايطاب. داكور داكور. بوبليك سي بوبليك ما تهضروش انا اون بلان ليميسيون. دونك مسيو راك على بالك لوبجيكتيف تاع ليميسيون تاعنا. حنا الهدف تاعنا تاع ليميسيون كيما نقولوا هدف خيري نلاقيو بين الناس بين واحد قريب واحد بعيد بين واحد ما عمو عنده بزاف ما شافوش بين واحد وليدو راك شايف خويا. انت افوتر افي شكون اللي عرضك ليميسيون ديالنا ليميسيون تاعنا عفوا حاب يقابلك؟ والله اوكي ما باليش ما عندك حتى عفسه في راسك. عندي بزاف حباب عندي كذا بصح ما على باليش كوا. انا نعطيك نقول لك ماشي حبابك نو كاين واحد حبيبك كاين ايستوار شغل اللي تي بروش ليك اي تو هذا واش نقدر نعطي لك؟ ما باليش انا والله ما بالي عندي بزاف حباب عندي ناس عندي جيراني عندي دار حلت شحال من بلاصه نعرف الناس ما معليش. بلال كاين كاين لانديس الاخر كاين ليماج كاين لي فوتو شوف معايا واش تمتلك عادي ها واش تمتلك الصوره هذه ايبا مانيش حاب نفكر قدوش هذا ماكش حاب تفكر مانيش حاب معليش خويا العزيز نلونسيو يدخلوا ل دونك تحت تصفيقاتكم بيبليك سيل فو بلي بيبليك انا ماشي بيبليك انا مرتو انت المرا تاعو؟ اي المرا تاعو
معليش مدام بالعقل بالعقل كالميفو مدام كالميفو كالميفو مدام وانا على خاطينا انا انيماتور انا مدام عندك هاد راحت راه ما بيش بلاك مزوج ما بيش بلا راجل مدام قاعدين لك نفريها بلاك انا ما نقدرش نقعد سير دوك نلقاو حل مدام انا راني معاك انا من الاخر ما عنديش حل تعقد عليها روح تريح روح تريح سير فو بلي جيبوا لنا لاشيز للمدام مدام كالمي فو نهضر معاك مدام سير فو بلي مدام مدام انت مدام 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 سير فو بلي مدام مدام الله يرضى عليك مدام سيلفو بلي الله يرضى عليك ايه مرتو يا مرتو ما تفهميش مالها دي مرتو مالها دي مرتو عندي عرفينا بالعقد وبالخارج باش تدك ومن بعد يعقد عليها ومن بعد يعقد عليها بابا ياخذ عليا كيما عقد عليك ياخذ عليا بالك ما يتمسخش بيا انا في ايميسيون ما نقدرش نهضروا معاها مدام سيلفو بلي سيلفو بلي جيبوا لنا كرسي يا جماعه وعلاش راكم انا نجيب كرسي ما هضرش معاك هذا الميفو تاعي ما يسمحليش اه بون انا راني معاك مدام عندك ايميسيون ما نقدرش نهضروا دوكا كي نخرجوا في روحي انا راني معاها اخويا ولا راك عقد عليها مدام ديري ميكرو دوك سي بون دوك انا في ميسيون ما نقدرش نعرف علاش مدام هذا الزوج تاعك ايه بلي بابي بلي بابي عقد عليك وكلش وي لو 11 جوي 2017 خطبنا 2015 لو 15 اوت 2015 خطبنا خطبك في 2015 وي ودنا الفيونساي تاعنا لو 11 اوت 2016 ولو مارياج وقتاش تم مدام لو 12 جانفي هذا العام récemment le 12 janvier خويا العزيز هادي ما شاء الله كيما قلت تبان عاقله هذيك الفاميلي هادي ثاني مرتو مانيش نهضر معاك انا نهضر معاك باش نفهمك عفسه ما هادي ما تهضرش معايا انا مرتو شكون مرتك راهو بعد راهو بعد بان عليها انا قلت لك مانيش نسقسيك اصبر شوف كنت كيفاش كانت هذيك الجرأه باش دير ان تريك باسكو ما يسواش مدام لا هايلتي من الاخر مدام سيلفو بلي باسكو ما يسواش اللي داها ما تسواش كثر ما كيفاش ما تسواش شوفي حشمينا على الفمار هاكا كيفاش ما يجيلك ما يسواش على الفمار عندها الحق تهدر يا اخويا انا اللي معاها المراه هذه يا ثاني وانا مانيش محقوره خويا سالتي مرتو الاولى مش كيفاش عرفتي قبل ولا لا باكي تلفت لي كاع انا درنا حق روح انا سكت انا يا سيدي من الاخر انا نهضر مع جونتينا وقتاش تعرفتي عليه لو 17 مارس هذا العام العام اللي فات العام اللي فات اه عرفت شكون خطب قبل انا لو 15 اوت 15 جا خطبني انا خطبني فتح عليا خطبني فتح عليا خطبني فتح عليا ما عرفتش يفتحوا حنونه يهضروا عليها لوحده ماشي قريه شوف خويا يا عقلي شوف عربية قرية 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 وكل شيء عليك خويا العزيز نسقسيك برك مليح الله السيتواسيون اللي انا فيها ما تمنيتهاش معليش نسقسيك نبوزي كي دير لك كيسيون باش باش نختمو اسكو عندك دي سنتيمون اونفير مرتك الاولى واش لي سنتيمون مازال عندي خويا ما تجيش عليه حوش على لي سنتيمون ديالو حواش مدام واش عندك مدام بعد عليا قلت لك من الاول بعد عليا واش عندك ما تمسش احشني خلاص حيدك ما تمسش وانتي يا اخي تقولي عقد عليها وفي منامك سيلفو بلي مدام واش يعقد عليها قص في مرته مدام ما يعقدش عليها يعقد عليها ما يعقدش عليها يعقد عليها يا انا يا حي خلاص يا بون حط الله العظيم راك خارجه من ناحيه حي 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 مشاركتي طبعا في الصوره كسرنا معاك ما دام 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 ما دام
باسكو مدرهاليش وانا عارفه من بعد كشت لي فوتو شتها مع الورقه اللي تخدعني با انا كي ما منحملش بيان سير صح انا وحده ما نحملش بصح راجلي ولا الحمد لله ما زعما ماشي صح شنو عليك ولا عليك راجلي بزاف مع هذا هيك اسمنا كان مدام راجل حوالي في يجات يحبك ويعزك لا لا يعزك سي بون خلاص تال ما يحبك يا اخي لو مسيو قالنا نشوفوا لا ريكسيون تاع بعضهم تاعي فينالمون يخرج غير عليك طلب قلب الدنيا بعضكم ان شاء الله امين اخزري ليك في الكاميرا هذيك اللي من هيك قول لهم صحه فطوركم صحه رمضانكم وردوا بالكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وردوا بالكم مدام اصبر تو نعاودو نسكسيو كيف عليك يعقد عليها ما يعقدش لا ما يعقدش